محمد حمدي من محافظة المنوفية بتكلم على مشروع استخلاص سموم من العقارب والتعابين بيتم خلال عملية الصيد من الصحاري والسواحل اللي موجودة في مصر. بنقدر نصطاد العقارب ونجمعها من خلال المزارع اللي موجودة عندنا في مصر، ونحوي أكثر من 80,000 عقرب في مجموعة مزارع موجودة في مصر في أكثر من مكان بعيد عن الكتل السكانية. بنستخلص السموم دي لأن ليها فوائد كبيرة جدا في الدخول في تصنيع الفاكسين أو المصل في حالة اللدغات اللي بيتعرض ليها مختلف الناس، بنقدر ان احنا نديله المصل، وده بيكون المنتج الاول من استخدام السموم. دلوقتي هنعمل عملية استخلاص السموم او اكستراكت الفينوم من الاسكوربيون، وده يعتبر احد الانواع المهمة او اهم الانواع اللي موجودة في الشرق الاوسط، اسمه ليرياس كوانكستريتوس. طبعا انا باخد العقرب دلوقتي من الكاج الخاص بيه، وبعد كده بمسكه بالطريقة دي ان انا اتحكم في التلسون وحركته عشان توجيه السم او نزول السم، وببدأ ان انا احط مية بملح بتكون تركيز 10%، بحطها على المراكز العصبية اللي موجودة في الفقرات بتاعة العقرب نفسه. بنعرض العقرب لكهرباء مقدارها 12 فولت 5 امبير، ودي طبعا بتكون مجرد تحفيز كهربي للعقرب لإتمام عملية الاكستراكت بالنسبة للفينوم. بالطريقة دي بنحط الموجب والسالب على احد الفقرات او ما بين الفقرة والتانية، ما بين الفقرة الاولى والتانية والتانية والتالتة، مراكز العصبية الخاصة بالعقرب. بالطريقة دي بيخرج السم قدامنا. طبعا بنعرض جزئية بسيطة جدا عشان نحافظ على البيوريتي او النقاء بتاع السموم، بيطلع نقطة من السم او الفينوم. الجزء الثالث بتدخل في الأدوية، وأكثر من 24 منتج دوائي بيتم تصنيعهم من سموم العقارب والتعابين على مستوى العالم كله. بنصدر السموم لمختلف دول أوروبا وأمريكا زي فيرجينيا وتكساس وكاليفورنيا، وبنصدر لبلجيكا والدنمارك وألمانيا وفرنسا. طبعا جرام السم بيوصل سعره لأكثر من 10,000 دولار، ده متوسط الأسعار، وبيختلف السعر من نوع للتاني للتالت.